هذا الشوط رفعت الرايه البيضاء. اذا اندفاع موفق لجميع الجهات عدا الخنساء بدات متاخره. سيداتي انساتي سادتي هي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه وفي العاصمه الرياض لسادس اشواط هذه الامسيه. فراس مفتوح الدرجات عمر السنتين تتنافس المهرات على مسافه الميل، مسافه 1600 متر، مسافه 8 فورلونج. سبع اسماء تتقدمهم مرشحه الاستديو التحليلي وايد دير ابنات فيونس في المطارده من ظرافه في ثاني المراتب في المرتبه الثالثه لمعة سجا بشعار حمد القربان، وهنالك كذلك غسانه تتمركز رابعا، والحضور المتقدم للخنسة وبيارك العليا بالتحالف في المرتبة الخامسة والسادسة. هنا صورة خماسية في هذا الشوط تتقدمهم وايد دير بشعار اسطبل اللجام الذهبي فيما المطاردة مستمرة. ابنة بالاس درافة في ثاني المراتب. القدوم المميز لغسانة والخنسة الثنائي المدرب هشام عبد الواحد. تبدأ الخنسة في ثاني المراتب وايد دير في المرتبة الأولى مع نايف العنزي بسرعة 58 في هذه اللحظات. المطاردة لا تزال مستمرة من الخنسة. هنا وايد دير نظرة إلى الوراء من قبل نايف العنزي لأقرب منافسيه. هنا بدأ باستحداث وايد دير من العطف الأخير. مشاهدينا متابعين الكرام قامت بالتبديل الآن في سادس الأشواط. الافراس مفتوح الدرجات اعمار السنتين وايد دير من المسار الاوسط فيما الخنسه قادمه هنا بالرقم واحد. المطارده هنالك من لمعه سجا في المرتبه الثانيه، لكن الخنسه قادمه. ابنت في نوروسو لم تبدا جيدا، ولكن اصرت الشقره الى ان تختتم هذا الشوط بشكل رائع للغايه. الف مبروك للمالك عبد الله المداح، الف مبروك المدرب هشام عبد الواحد، الف مبروك للخيال محمد ادهام. ابنة فينوروسو ومن المشاركة الثالثة تسجل انتصارها الثاني.